نمشون عند عبد الجليل الشاي أخبار فريق حسنية أكادير. عبد الجليل مرحبا. مرحبا بك أخويا مرحبا بك يونس، كتسمعني؟ مرحبا. مرحبا بك يونس، مرحبا بجميع الأسماء الوفية في إطلالة جديدة على فريق حسنية أكادير اللي كيواصل استعدادات ديالو الانطلاق المنافسات المقبلة ديال البطولة الاحترافية في نسخة ديالها المقبلة ديال الموسم الرياضي الجديد. فريق حسنية أكادير كيواصل استعدادات ديالو المباراة يعني البطولة بإجراء مباراة ودية اليوم أمام فريق أولمبيك تشيرا، أول مباراة ودية في الاستعدادات ديالو بعد يعني انطلاق الأسبوع الماضي اللي انطلق التدريب يعني نهار الخميس كانت حصة تدريبية وحدة، نهار الجمعة حصة تدريبية، السبت الحد اختار على الطاقم التدريبي أنه يدير جوج حصص تدريبية وانطلقت كذلك الحصص نهار الاثنين والثلاثة واليوم الأربعاء، فمن المرتقب ندير مع ستونس تكون أول مباراة ودية الفريق حسنية أكادير أمام فريق أولمبيك تجيرة. أولمبيك تجيرة اللي كنعرفوا يعني المدرب ديالها هو مصطفى أشريف المدرب السابق لفريق حسنية أكادير اللي جاو الفريق حسنية أكادير. فريق حسنية أكادير يعني كيواصل سلسلة الانتدابات ديالو بعد ما انتدب كل من أحمد الشمتوف وشرف الدين غوردماني وعبد الصمد نيني ومصطفى الشيخي ياسين الذهبي ومدير جربة وحمزة افصل يعني تقريبا واحد 7 ديال اللاعبين، فاعلن البارح على ان الالتحاق ديال كذلك يعني 3 ديال اللاعبين، والامر يتعلق بن عبو عبد الله عصام من سرع واتزم ومصدق صلاح من رشاد البرنوسي ومنير مقنيه من يوسفيه برشيد، يعني 11 لاعب الى حدود الساعه اللي رسميا كيعلن فريق حسنيه اكادير على الالتحاق ديالهم والتعاقد ديالهم مع فريق حسنيه اكادير، بالاضافه كذلك لتجديد 3 ديال اللاعبين من اللاعبين 13 اللي انتهت العقود ديالهم، الامر يتعلق بايوب الملوكي وكريم ايت محمد وزهير الشوش، هادو تقريبا 3 ديال اللاعبين اللي تجدد الكونترا ديالهم، امين الصدقي اللي جرى يعني عمليه جراحيه نهار الخميس واللي تكلت بالنجاح يعني في مرحله ديال استشفاء يعني ويجدد الكونترا ديالو مع فريق حسنية أكادير لانه كملت ليه الكونترا. بالنسبه للمغادرين لحدود الساعه اللي بانوا رسميا فين مشاو الحواصلي اللي يعني بنسبه كبيره حسب مصادر انه في اتحاد تورقه، وبيلا الفحلي بركان، سفيان البوفتيني اللي مشى قطر الاهلي، ياسين الرامي المغرب الفاسي، وعبد الحكيم باسين واتزم. بالنسبه لحفاد الاحمدي فهو يعني يتخصص في يعني اعتزلت يعني الكره ويتخصص في التدريب ديال الحراس. عبد العالي القنبوبي وعبد الحافظ ديركي وعماد الكيما فهما يعني دخلوا في مفاوضات مع مجموعه من الانديه انهم يلتحقوا بها. كذلك يعني كاين اخبار ديال جينيراسيون فوت يعني احد اللاعبين فيها اللي التحق بفريق حسنيه اكادير ويكون اللاعب الثالث يعني بالاضافه لباكاري ماني ومالك سيسي انهم يكونوا يعني داخل التشكيله ديال فريق حسنيه اكادير، رغم ان اخبار كثيره يعني دخلت القضيه ديال مالك سيسي اللي كان قريب انه يفسخ الكونترا ديالو مع فريق حسنيه اكادير، ولكن يعني لحد الساعه فهو كيتريني مع الفريق يعني حاضر، بالاضافه الى كاين مجموعه من اللاعبين اللي كيتيستيو لحدود الساعه مع فريق حسنيه اكادير من نجم انظار من مجموعه من الانديه الوطنيه ديال الدوزيام سيري، يعني كما قال علي المسكيني في تصريح للراديو مارس فالفريق يعني غير الجلد ديالو اكثر من 80% تقريبا، يعني فهو كيعيش واحد المرحله ديال انه كيبدل يعني اللاعبين، وكذلك يعني رضا حكم كيحاول انه يبدا بالصرامه، شفناه في اول حصه تدريبيه يعني الاسبوع الماضي فيعني مجموعه من اللاعبين اللي تاخروا حوالي 5 ديال الدقائق فيعني منعوا من الحصه التدريبيه، فيعني رفع الشعار ديال الصرامه من الدقائق الاولى نقول من الحصه التدريبيه الاولى، لان يعني الموسم الماضي والنهائي ديالو فعرفت يعني واحد النوع من عدم نقولوا الانضباط داخل التركيبه البشريه وداخل فريق حسنيه اكادير، فهذا الامر يعني وضع عليه حد المدرب رضا حكم مع الطاقم التقني ديالو باش انهم يبداو هذا العام يعني بتدريب يعني صارمه، وكذلك يعني باش انهم يكونوا موجودين على انطلاق البطوله. اذا هذا الشيء اللي كاين خويا يونس بالنسبه لفريق حسنيه اكادير اللي كما ذكرت اليوم عنده ماتش اول مباراه وديه مع فريق اولمبيك تشيرا مع 6-11، هذا الشيء اللي كاين خويا يونس، عاود اليك الفرصه قادمه بحول الله. شكرا عبد الجليل الشاهي. اذا مجموعه ديال المعطيات مهمه فريق حسنيه اكادير، الموضوع ديال الميركاتو تقريبا 10 ديال اللاعبين اخرهم بن عبو عصام مصدق وايضا مقنيه كما اكد لنا صديقنا عبد الجليل الشاهي، ايضا التجديد ديال الملوكي ايت محمد وايضا الشاوش في انتظار ايضا امين صديق اللي كما عرفنا الاصابه كانت منعته باش انه يكمل المباريات ديال الموسم الماضي. لوبيراسيون الحمد لله دازت بخير الخميس اللي فات، دابا في مرحله الاستشفاء ونشوفوا ان شاء الله باش انه يجدد مع الحسنيه. من صديقي بلا شك من الاسماء اللي كانت مهمه، والمغادرين اللي كما ذكرهم كاملين عبد الجليل الشاهي
ما بين أندية القسم الأول والثاني اللي انتقلوا لها. نسمعوا العديل مسكيني لاعب سابق وأيضا الإطار الشاب والمساعد مدرب ديال رضا حكام كيتكلم على التحضيرات وأيضا الاستعداد ديال حسنية أكادير للموسم المقبل. بالنسبة للاستعدادات الحمد لله كدوز واحد الظروف جيدة من بعد ما قضينا هذا الأسبوع الأول، رغم أن بعض اللاعبين جدد مازال ما التحقوش بالفريق. كما كتعرفوا فالفريق بدل التركيبة البشرية ديالو واحد تقريبا واحد 70-80%. الموسم المقبل إن شاء الله كنحاولوا أننا نوجدوا واحد الفريق يكون في المستوى ويكون عند حسن تطلعات ديال الجمهور. الطاقم التقني والطاقم الطبي وجميع مكونات ديال الفريق فرايا كتساند هذا الفريق هذا وهاد اللاعبين الجدد، وكنتمنوا من الله أننا نوصلوا للغايه المرجوه ان شاء الله وهي اننا نوجدوا واحد الفريق يكون تنافسي. اذا كان هذا عادل مسكيدي المدرب مساعد فريق حسنيه اكادير.